هي أعتى وأعظم المخلوقات اللي مرت على تاريخ الجنس البشري، التنانين. معكم خالد من قناة علم الأساطير. حط لايك لدعمك واشترك في القناة ونبدأ في الفيديو. تصنف التنانين ضمن فصيلة الزواحف، ولكن بأحجام ضخمة وعملاقة، وتنقسم إلى عدة أشكال، فمنها بأجنحة وبدون أجنحة، ومنها بأرجل وبدون أرجل. ولدى التنانين القدرة على نفث النيران من أفواهها. ظهرت التنانين في حضارات متعددة، وفي كل حضارة لدى التنانين صفات وأفعال تختلف فيها عن الحضارة الأخرى، منها التنانين الصينية واللي تمثل الحظ الجيد والازدهار، ويقال إن أباطرة الصين القدماء من سلالة التنانين، وعشان كذا يعد رمز التنين هو الرمز الأساسي للإمبراطور. في الحضارة اليابانية يرمز التنين للحكمة والحياة الطويلة، وأيضا يعتبر رمز للإمبراطور. يعيش التنين الياباني في قيعان البحار وفي قمم الجبال الشاهقة، ودائما يظهر بين الغيوم، ولها القدرة على تغيير الطقس. وفي بعض الأساطير اليابانية عند العثور على التنين أو استدعائه بطريقة معينة يقوم بتحقيق أمنية للشخص المستدعي، وظهرت هذه الأسطورة في أنمي دراغون بول. فعن طريق جمع كرات التنين يظهر التنين ويحقق أمنية لجامع الكرات. في الحضارة الكورية التنانين لها القدرة على الحديث كالبشر، وحتى أنها تمتلك مشاعر مثلهم. تعيش في قيعان الأنهار والبحيرات، وتساعد البشر عن طريق استدعاء الأمطار لتسقي المزارع. بعض التنانين الكورية تحمل في مخالبها كرة سحرية تسمى أورب، وتحتوي على قوة غامضة يستطيع التنين من خلالها علاج جميع الأمراض ومنح الحكمة والسلطة. وفي أوروبا العصور الوسطى التنانين هي مخلوقات متوحشة وشرسة، تقوم بخطف المواشي والبشر وتتغذى عليهم، وتقوم بحرق القرى والمدن وتدمير القلاع باستخدام القوة الهائلة اللي تمتلكها. ولو امتلك أي شخص القدرة على السيطرة على التنانين بأي وسيلة كانت، واستطاع السيطرة على تنين، فبكذا يضمن انتصاراته وإبادة جيوش الأعداء في كل المعارك اللي بيخوضها. أصبح رمز التنين منتشر في جميع أنحاء العالم، وفي العصر الحاضر أصبح الكثير من الناس يرسموه كوشم على أجسادهم. ووصف التنين يعتبر وصف للشخص القوي، حتى أنه تم ذكره في الأشعار. وما بذكر لي فيلم أو أنمي أو لعبة محددة، لأن التنانين موجودة في كل مكان. في عام 2003 تم اكتشاف أحفورة رأس شبه مكتملة في ساوث داكوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تصنيفه كديناصور شبيه جدا بالتنانين، وتم تسميته بدراكوريكس. في عام 2015 تم اكتشاف أحفورة شبيهة بالتنانين الآسيوية بجسم شبيه بالثعابين وأربع أطراف. في العصر الحالي تتواجد حيوانات لها شبه كبير بوصف التنانين القديمة، ويقال أنها تنانين العصر الحاضر، مثل تنين الكومودو، واللي يعتبر من أضخم الزواحف، اللي تنمو إلى حجر 3 أمتار، وبإمكانه قتل جاموس بالغ. وثعبان التنين اللي يمتلك حراشف بارزة كحراشف التنين. والأخير سحلية تسمى دراكوفولين، وعندها أجنحة وأرجل وأيادي نفس التنانين. لما تشوف هذه الحيوانات، السؤال اللي يجي في البال، هل من الممكن أن تكون هذه الحيوانات من سلالة التنانين؟ هذا الفيديو يعتبر ملخص بسيط جدا عن أساطير التنانين، بسبب وجود تنانين كثيرة جدا حول العالم، وكل تنين فيهم له أسطورة كاملة خاصة فيه. والإهداء إلى ياسر وإياد، ولو تابعت لين هذه الدقيقة اضغط اللايك واشترك في القناة، وفي أمان الله.